رحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبيبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. برحب بيكم في مطبخي، مطبخ ام احمد، وفي قناه طبخ ونصيحه. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا مختلف شويه، هنعمل مع بعض او هنعرف مع بعض حاجات عن الزيتون. الزيتون وما ادراكم ما الزيتون، مخلل للزيتون جميل جدا، ما حدش بيستغنى عنه، كل اولادنا بيحبوه وما فيش حد بيختلف عليه الصراحه. الزيتون كمان كله فوائد وذكر في القران، بسم الله ما شاء الله يعني. فالنهارده ان شاء الله هنخلل مع بعض الزيتون، ومعانا نوعين النهارده من الزيتون، وهنعرف النوعين بتخللوا ازاي، وهنعرف يعني حبه معلومات كده بسيطه. تمام، اول حاجه انا معايا النوع الزيتون ده، تمام اهو، دي الزيتون الرفيعه اللي هي الصغيره دي، ده بيسموه الزيتون العزيزي او العزايزي، ده الصغير ده. معانا كمان الكبير اهون، الكبير ده اسمه الزيتون التفاحي. الزيتون التفاحي ده بقى كلته لحم، بسم الله ما شاء الله، بقى جميل جدا. وكمان ما بياخدش وقت في التخليل كتير. وكمان ايه، في معلومه كمان مهمه، ان هو ما بتخزنش، يعني ايه اما تحب تخزني او يقعد معاكي من السنه للسنه، يبقى الافضل انك تختاري الزيتون العزايزي اللي هو الرفيع. يعني احنا متعودين وعارفين اي حاجه كبيره بتبوظ قبل الحاجه الصغيره، الحاجه الصغيره بتبقى ايه مدملجه كده وبتقعد وبتصبر، لكن الحاجه الكبيره ملهاش عمر في التخزين. فاحنا اللي عايزه تخزني او نصيحتي انك تخزني، تخزني الزيتونه الرفيعه الصغيره، تمام، هي اللي بتاخد ايه وقت شويه. الزيتون العزايز اللي هو الرفيع ده يا جماعه بياخد وقت في التخليل، يعني بعد مثلا 6 شهور 7 شهور كده عم تفتحي عليه وتاكلي منه، وبقعد كمان معاكي من السنه للسنه. قلت زي ما قلت، هو يعني بيقعد معاكي فتره طويله. لكن الزيتون التفاحي بيختلف شويه، بتاكلي منه بسرعه، يعني ممكن 3 شهور تاكلي منه. كمان زي ما قلت ان هو ما بيقعدش ما بيصبرش معاكي، ممكن يدوب قبل السنه، ماشي، او يعني لحمته ما تبقاش كويسه قبل السنه. في الزيتون طبعا انا مسكته قطعته بالسكينه، يعني بمسكه ايه افتحه كده كده، تمام اهو، زي ما انا مفتحاه كده اهو. طبعا يا جماعه انا هفتحه كده، لازم اخلله على طول، لان لو فتحته كده بالشكل ده وسبته يبات، الفتحه دي بتسود. خلي بالكم المعلومه دي مهمه جدا. طبعا في ناس بتبيته في الميه وبتنقعه في ميه بخل بليمون عشان الفتحه دي ما تسودش، وعشان المراره بتاعته تهدى شويه، ماشي. طبعا الزيتون برضو نفس النوع، بمسكه افتحه كده، اللي هو العزايزي ده اللي هو التفاحي اهون اهو، بالشكل ده اهون، افتحه كده يعني. انا عرفت الوقت عندنا نوعين من الزيتون، الزيتون التفاحي والزيتون اللي هو العزيزي. انا بمسكه كده افتحه بالشكل ده. طبعا في تخليل الزيتون في يعني حاجات كتيره ممكن تخلي، ممكن تفدغيه تكسريه كده عشان ما ياخدش وقت معاكي في التخليل، تمام، ممكن تسلقيه، في ناس بتسلقه، في ناس لما قلت بتنقعه في ميه كده يعني كده بالشكل ده كده. طبعا انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، انا هكمل الكميه كلها وبعدين ايه ارجع لكم تاني، تمام. انا كده خلصت الزيتون اهون، فتحته زي ما احنا شايفين اهون، هركنه بقى على جنب ونشوف الخطوه الثانيه معانا هتبقى ايه. انا معايا ليمون، الليمون ده انا سلقاه يا جماعه يا دوبك غلوه واحده بس، تمام اهو، شوفوا لسه جامد زي ما هو اهو، وغيرت عليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ماشي. معايا شطه، الشطه الطويله دي هي اللي حلوه جدا في تخليل الزيتون بالذات، لانها بتقعد وقت طويل جدا ما بتتهريش منك، لما بتحطها في الزيتون وتقعد معاها فتره طويله ما بتجرلهاش اي حاجه. الشطه دي بالذات فيه طبعا ممنوع الفلفل الرومي، وممنوع فيه شطه طويله كده، فلفل طويل برده ما ينفعش، ملوش عمر. لكن الشطه دي
الشطه دي هي اللي لها عمر وتقعد فتره طويله جدا جدا في التخليل يا جماعه، حلوه جدا جدا مع الليمون. في ناس بتقطعها قطع صغيره كده وترميها في قلب او تحطها على وش الزيتون او في قلب الزيتون، لكن انا بحب الشطه بتدي له ريحه وطعم يعني للميه بتاعت التخليل نفسها. ماشي معايا جزره مبشوره. الجزرة المبشورة دي فايدتها ايه؟ بتدي سكارة كده وطعم وريحة لمية التخليل، تمام. دي كلها منكهات، وانا اعتبر بنحطها دي على فكرة معلومة الجزر دي انا جايباها من محل مخللات، ماشي، يعني مش انا اللي مفتكساها يعني، تمام. معايا طبعا الليمون، طبعا انا عايزة كمية عصير ليمون كتيرة جدا. انا عندي فيه مشكلة بقى في عصير الليمون، هو اللي هي ايه؟ انا معايا عندي الليمون بتاعي اخضر، الليمون بتاعه اخضر، انا عايزه طبعا كميه عصير ليمون، لان طبعا الزيتون معروف ان عايز كميه كبيره جدا من عصير الليمون. انا هعمل ايه عشان المراره؟ لان طبعا احنا عارفين ان زيت الليمون الاخضر بيبقى فيه كميه مراره، لان القشر بتاعه بيبقى يعني ايه لسه بخيره، فعشان كده بيبقى في كميه مراره، فما ينفعش طبعا كميه مراره الليمون مع كميه مراره الزيتون، فما ينفعش. فبمسكه اعمل ايه؟ في حاجتين ممكن تعمليهم، بمسكه اقشره بالطريقه دي كده شايفين، واضربه في الخلاط، اروح اضربه في الخلاط. ممكن اعمل ايه؟ خطوه حلوه برضو قوي، ان انا ممكن اسلقه اهو، ممكن اسلقه يعني نص سلقه كده، وبعد ما اسلقه النص سلقه دي بمسكه طبعا انا بقسمه نصين كده هوريكم كده بالشكل ده كده، انا بقسمه نصين كده وبسلقه. بعد ما اسلقه امسكه بقى اعصر الميه اللي فيه عشان ينزل الميه اللي في قلبه كده، ما مش هيديني ميه، تمام. ففي قدامك حلين، يا اما تقشريه زي ما انا هقشره، وده اللي انا هعمله النهارده، ان انا اقشره واحطه في قلب الخلاط، اضربه في قلب الخلاط ضربا مبرحا لغايه ما اطلع عينه. ماشي. وده طبعا ان انا ممكن بالطريقه الثانيه ان انا اسلقه وبعدين اعصره، بيبقى سهل برده، تمام. فقدامك الخيارين ده، في يبقى كده عرفنا المكونات بتاعه التخليل. هروح بقى اضرب ده في الخلاط الاول، واجي هنشوف هنعمل محلول التخليل بتاعنا ازاي. خليكم معانا، يلا بينا. كده يا حبايبي احنا خلصنا، هو انا عصرت الليمون وضربته لما زي ما قلت طلعت عينه، ماشي. كده يعني بصوا انا عايزه يعني ما بصفهوش، انا بضرب الليمون عايزاه بالكفر الابيض اللي بره ده، بالبذر بتاعه كل حاجه، تمام. ده المهم جدا جدا عندي. طيب يا ام احمد انت بتعملي تقريبا الكيلو الزيتون عليه قد ايه ليمون؟ الكيلو الزيتون يا جماعه بياخد تقريبا 3 ارباع كيلو ليمون، 3 ارباع كيلو ليمون بتعصريه، تمام؟ يعني من نص كيلو ل 3 ارباع كيلو ليمون. تمسكيه تقشريه، او زي ما قلت لك الطريقه الاولانيه انك تمسكيه تسلقيه وبعدين تعصريه، تمام؟ اهو. معايا بقى ايه؟ تقريبا كمان كوبايه ملح للكيلو الزيتون، مج كبير ملح، مج كبير ملح. ماشي؟ مج كبير ملح. مامتي ربنا يديها الصحة يا رب وخليها لي. بتعمله ازاي بقى؟ كان بتختبر المحلول ده ازاي؟ تحط الملح وتحط بيضة، بيضة يا جماعة، لو البيضة عامت على وش المحلول يبقى كده المحلول بتاعك مظبوط، لان طبعا محلول الزيتون بالذات بيبقى ليه طريقة معينة بعكس اي مخللات تانية. انا امسكه ادوبه كويس جدا، الملح كويس جدا كده، ماشي. واحط بقى كوبايتين ميه اهو كده، وامسك بقى ادوب كويس جدا. المحلول بتاع التخليل بتاع الزيتون سهل وبسيط، مفيش فيه اي مشكله خالص. كيلو الزيتون بياخد 3 ارباع كيلو ليمون تعصريه، وبياخد تقريبا مج كبير ملح، وزي ما قلت لك لو يعني مش عايزه تظبطيه اكتر واكتر تحط البيضه دي،
البيضه دي لو عامت على وش الميه يبقى المحلول بتاعك كده مظبوط، لان المحلول بالذات يعني عايزه الليمون كتير. ليه؟ لان الليمون هو اللي يمتص المراره بتاعت الزيتون. خلي بالكم من المعلومات اللي انا بقولها دي. كده انا خلصت المحلول بتاعي بالشكل ده، سهل وبسيط يعني، المراحل كلها سهله وبسيطه، ما فيش فيها اي مشكله عشان تاخدي زيتون النتيجه بتاعته هايله. كده انا مسكت الزيتون زي ما قلت، عملته اهو فتحته اهو، وزي ما قلت لازم لو فتحته يعني ايه املحه على طول ما سيبوش. ماشي، واحط الليمون بتاعي، كل المكونات بتاعتي بقى احطها على بعض، واحط الجزر بتاعي. الجزر المبشوره دي بتدي ريحه حلوه جدا 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 يا جماعه، والفلفل اهو. الموضوع سهل وبسيط وجميل. شفتوا بقى نتحط كله بقى على بعضه كده، تمام، قلبوا بقى في بعضه كده، تمام اهو كده بالشكل ده كده اهو. ماشي، اجيب بقى البرطمان بتاعي. البرطمان بتاعي طبعا انا جايباه معقماه، ماشي اهو، وابدا احط فيه كل الخليط بتاعي. طريقه سهله وبسيطه وكمان مضمونه، وهتاخدي نتيجه جميله جدا جدا جدا. برضو لو عندك ورقه لورا حلوه قوي قوي، برضو بتدي ريحه المحلول ده طعم جميل وريحه جميله جدا جدا، ريحه نفسها حلوه قوي. ورقتين لورا كده من عندك تحطيهم، عايزه تحطي نص معلقه كركم ماشي، مفيش فيها اي مشكله خالص، بيبقى برضو جميل جدا. كده يا جماعه اهو، ادي المحلول بتاعي اهو. كمان ما هوريكم برضو حاجه، ان المحلول بتاعي مظبوط جدا. بصوا هنا هحط البيضه اهي، شايفين البيضه عامت ازاي على وش الميه؟ يبقى المحلول بتاعي مظبوط. شايفين اهي، بدل ما عامل كده على وش المبقى المحلول بتاعي مية مية. خلاص انا حبيت بس ايه اوريكم ان اهي شايفين عامل ازاي. يبقى كده المحلول بتاعي مظبوط وزي الفل. اول انا عبيته في البرطمان وحطيت على الوش هنا الفلفل، عشان لو في ريم او حاجه بيطلع. طبعا ده الزيتون معروف ان وشه لازم تحط عليه حاجه يعني ايه تحميه. ماشي، ابدا بقى انزل بالخليط بتاعي كله، بالقشر بتاعه وبالمحلول بتاعي. بسم الله ما شاء الله الريحه زي الفل زي الفل اهو، كده بالشكل اللي احنا شايفينه. ماشي، عندك بقى ليمونتين كده اهمن، والوش كده اهو زي ما احنا شايفين اهو، شايفين المنظر. اخر مرحله بقى كده زي ما احنا شايفين، دي ورقتين لورا هم يا جماعه اهمن، حطيتهم اهو فوق الوش كده، تمام. واخر مرحله خالص حبه الزيت، الزيت ده ماده حافظه، حبه زيت او معلقه سكر، معلقه سكر برده ماده حافظه وجميله جدا وبتحافظ عليه اهو بالشكل ده كده، تمام. امسكه بقى اقفله كويس جدا جدا جدا، يبقى كده خلصنا الفيديو بتاعنا ومنتهي الجمال. طبعا بتمنى الفيديو يعجبكم، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش اللايك واشترك في القناة، وان شاء الله اشوفك على خير فيديو جديد وافكار جديدة ومعلومات جديدة مع ام احمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.